السيد باشا مدينة أزيلان، السيد رئيس مجلسنا العلمي المحلي بأزيلان، السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلان، السادة رؤساء ممثلي المصالح الخارجية، السادة ممثلي المصالح الأمنية، السادة رجال الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، حضرات السيدات والسادة، كل باسمه وصفته احترام واجبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان مبارك سعيد، تقبل الله صيامكم بمزيد من الأجر والثواب. يطيب لي في بداية هذه الكلمة أن أرحب بكم جميعا وأعرب لكم عن خالص تقديرنا وشكرنا لكم على تلبية الدعوة وحضوركم معنا للاحتفال بالذكرى 14 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وعيادة الإدمان، بمناسبة لاستعراض أهم ما تحقق من إنجازات تحولات كبيرة قطاع السجون، وفرصة للوقوف على الأخبار التي تطالع بها المندوبية العامة لتنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه، والأوراس الحكومية الرامية إلى فرض الأمن والانضباط وتنسيق الأمن والإصلاح والإدماج المؤسسات السجنية. كما أن الاحتفال بهذه الذكرى يعتبر مناسبة للتنويه لنزولة الموظفين والموظفات العاملين بالفضاء السجني، والعرفان لهم بكل ما يسدونه من خدمات جليلة في المساهمة في الحفاظ على الأمن العام والتأهيل لإعادة الإدماج. حضرات السيدات والسادة، تم إحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 23/4/2008 بعد أن كانت مديرية تابعة لوزارة العدل، وقد أنطت بها المادة الأولى من مرسوم منظم اختصاصاتها مهمة إعداد والصار على تنفيذ السياسة الحكومية في مجال إعادة إدماج السجناء والحفاظ على سلامتهم وسلامة الأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام. ولهذه الغاية تتكلف بتنفيذ مقررات القضائية الصادرة بعقوبات والتدابير السالبة للحرية، إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم، تهيئ ملفات متعلقة بطلبات واقتراحات العفو والإفراج المقيد بشروط بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بالأمر، إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، تطوير البحوث والدراسة المتعلقة بالسجون واقتراح تغيير النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الصار على حسن سير مصالح المندوبية العامة. هكذا فقد بادرت المندوبية العامة منذ إحداثها إلى إطلاق مجموعة من الأوراش والمشاريع المهيكلة شملت مجالات الإيواء والأمن والتهدئة والرعاية الصحية والتهيئة لإعادة الإدماج وتحديد الإدارة والحكامة، وهي المحاور الاستراتيجية الرئيسية لرؤية المندوبية العامة. على مستوى أنسنة ظروف الاعتقال، نشرت المندوبية العامة برنامجا يرمو تحسين ظروف إيواء السجناء، تتوافق مع المعايير المتعارف عليها عالميا، وتستجيب لتطور الساكنة السجنية في جميع المؤسسات السجنية. وهكذا فقد تم بناء وتوسيع وتضمين عدد من السجون، كما تبذل مجهودات هامة لإيواء السجناء في ظروف تحترم كرامته الإنسانية وتكفل تمكينه من حقوقهم القانونية الواجبة. غير أن هذه المجهودات تعيقها إشكاليات الاكتظاظ بأغلب المؤسسات السجنية. كما تسعى المندوبية العامة إلى تكريس معاملة إنسانية داخل وسط السجنين، وذلك من منطلق إيمانها الراسخ بأن السجين مهما كانت نوعية جريمته وخطورته يبقى في نهاية المطاف إنسان. إنسان يحتفظ بكامل حقوقه المكفولة له قانونا، ولا يجب تجريده من كرامته الإنسانية. في نفس السياق تحرص المندوبية العامة على مضاعفة التنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجالية الجهوية فيما يخص تتبع وضعية حقوق الإنسان بالمؤسسات السجنية، ذلك مفيدا لإدراج مادة حقوق الإنسان في جميع الطوارئ التقنية للموظفين سواء في إدارة التقنية الأساسية أو المستمرة. كما تبعت المندوبية العامة مساعيها لتحسين جودة التغذية المقدمة للسجناء من خلال تحديث وتجهيز عدد من مطابخ السجون والمراجعة المستمرة للبرنامج الغذائي اليومي، وتكثيف المراقبة لضمان احترام المعايير المعمول بها في هذا الميدان. كما استمرت المندوبية العامة في إسناد تغيير معتقلين من شركات القطاع الخاص، وقد تبين من خلال تقييم هذه التجربة أن هناك تحسنا كبيرا في
في ظروف إعداد وتوزيع الوجبات الغذائية تستجيب لمعايير الرضاقة والسلامة الغذائية المطلوبة، كما مكنت هذه العملية من إلغاء أفف المؤونة وبالتالي تخفيف العبء والتكاليف على أسر السجناء والحد من تسريب المواد إلى داخل السجون. إلى حظية النظافة بالنصيب الأكبر من الاهتمام في برامج مفترة لأنسنة دور الاعتقال، وذلك لكونها شرطا أساسيا للحفاظ على السلامة الصحية للسجناء. بالنسبة للرعاية الصحية للسجون، فالمندوبية العامة للحق في الصحة والولوج إلى الخدمات الصحية أهمية بالغة، وجعلتها ضمن أولوياتها الأساسية، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا. تركز الاهتمام في البداية على ضمان استمرارية ولوج السجناء إلى الخدمات الطبية، مع الحرص على التصدي لهذه الجائحة من خلال التعبئة المكثفة للأطر الطبية والشبه الطبية وتوفير وسائل الوقاية بالقدر الكافي. قد تمكنت المندوبية العامة بفضل الإجراءات الاستباقية التي تبنتها بالتنسيق والتعاون المستمر مع وزارة الداخلية والصحة من تطبيق الحالة الوبائية بالمؤسسات السجنية. بعد الشروع في عملية التلقيح، استفاد جميع موظفو السجون وكذا السجناء من جرعة التلقيح الثلاثة المعتمدة بفضل الدعم اللامشروط من طرف وزارة الداخلية والصحة. وفي إطار سياسة هي لإعادة الإدماج بعد التجهيز النسبي لمختلف الأنشطة الميدانية بسبب جائحة كورونا، وتعديل برامج التكوين المهني ونحو الأمية والتعليم ودروس الوعظ والإرشاد ومختلف المسابقات خلال فترة انتشار وباء كورونا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة السجناء والموظفين، استؤنفت حاليا هذه البرامج بعد تحسن وضعها الوبائي. وهكذا بادرت المندوبية العامة إلى توفير ظروف مشجعة ومحفزة على المثابرة والمواظبة على الدروس بتنسيق مع القطاعات الوسيطة. في نفس السياق، عملت المندوبية العامة على برمجة العديد من الأنشطة الدينية والرياضية والثقافية لفائدة السجناء على طول السنة، مستهدفة من هذه الأنشطة تنمية القدرات والطاقة الإبداعية للسجناء وإبرازها للعموم بما يساهم في تغيير الصورة النمطية السائدة بشأنهم، وأيضاً تحويل انشغال هؤلاء السجناء وميولاتهم الانحرافية نحو ما يحقق لهم توازناً اجتماعياً ونفسياً وقدرة على تقبل واقع الاعتقاد وتطلع إلى الإفراج لتفاؤل وثقة في الإدماج. فيما يتعلق بمجال الأمن والسلامة، قد اكتسى طبعاً خاصاً في ظل الإجراءات المتخذة لتطبيق الفيروس بمؤسسات السجون، كان من الضروري تدبير هذا الجانب بحنكة عالية ويقظة مضاعفة للحيلولة دون وقوع أي انفلات أمني من شأنه المساس بسلامة السجناء والموظفين. ذلك بالموازاة مع المجهودات المبذولة لفرض الأمن والانضباط وتأمين المنشآت السجنية التي مكنت من تسجيل تطور إيجابي في مؤشر التصير. تعد مختلف النتائج المحققة على مستوى الإيواء والتأهيل والأمن ثمرة العمل ومجهودات جبارة للموظفين بمختلف رتبهم ومن مختلف مواقعهم. قد جاء انخراطهم الفعال في مواجهة جائحة كورونا ليبرز دورهم المحوري وحجم التضحيات التي يقدمونها بعزيمة كبيرة وحس عالي بالمسؤولية التي تستحق كل الإشادة والتنميل. قد حرصت المندوبية العامة على دعم وتطوير مهارات موظفيها والرفع من كفاءتهم من خلال إتاحة تكوين مستمر لأكبر عدد منهم وتنظيم دورات تكوينية عن بعد شملت مختلف جوانب تدمير الشغل السجني. كما حرصت المندوبية العامة على استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لديها لتحسين ظروف عملهم والرقي بأوضاعهم المادية والاجتماعية، عرفانا من هذه المجهود الجبارة التي يبذلونها بشكل يومي في مختلف مواقع العمل، وتحفيزا لهم على مواصلة العطاء والانخراط الفعال في مختلف البرامج والمسطرات. كما تعمل من خلال جمعية التكافل الاجتماعي على مواصلة دعم وتجميد خدمات اجتماعية لفائدة موظفيها. قرارات السيدات والسلام، إن مختلف الإنجازات والمكاسب لم تكن لتتحقق لولا انفتاح المندوبية العامة على شركائها على الصعيد الوطني وترحيبها بمختلف مبادراتهم البناءة، وكذا تواصلها المستمر مع شركائها الدوليين والتعاون المثمر الذي تحرص على تعزيزه معهم من خلال توقيع اتفاقيات جديدة وتفعيلها وتبادل الزيارات للنهي من خبراتهم والاطلاع على الممارسات الرائدة في مجال السجن.
بالتزامن مع هذا الانفتاح والتعاون، تم الحرص على تكريس مبادئ الحكامة الجيدة عبر اختلال استعمال الموارد وتعزيز آليات التفتيش والتخليق وتحديث الإدارة من خلال تشغيل نظام المعلومات المندمج لجميع المؤسسات السجنية بالمغرب. إن نجاح الدور الإصلاحي والتهيئي والأمني للمؤسسات السجنية والارتقاء بهذا القطاع إلى مستوى ما يتطلع إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يقتضي تضافر جهود جميع مكونات المجتمع في هذا الورش المجتمعي. في الختام، ليس لنا إلا أن نتوجه بأصدق عبارة الشكر والامتنان إلى السادة الحضور الذين أبوا إلا أن يشاركونا على هذا الاحتفال بذكرى تأسيس مندوبية عامة لإدارة السجون وإعادة الإهمال. وفقنا الله جميعا في خير بلدنا، وأبقى الله مولانا فخرا وملاذا لهذه الأمة، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.